نتمنى عيدنا سنة السنة. امبارح شفنا عادات أهل مادبا، واليوم مكملين بالزرقة لنعرف أكثر عن عادات العيد أيام زمان. خليكم معانا، رح نعرف أكثر عن عادات الذبح واللزقيات وكيف كانوا يستقبلوا الناس أيام زمان. خليكم معانا. طارت طيارة من فوق الزرقة وبعيني لمعت بالسما الزرقة. طارت طيارة من فوق الزرقة وبعيني لمعت بالسما الزرقة. سهرت طيارة من فوق الزرقة وبعيني لمعت بالسما الزرقة. من أجواء الحماس من مادبا للزرقة، لحتى نعرف أكثر عن عادات الذبح وكمان عادات ما بعد صلاة العيد، شو عادات كانت أيام زمان. اليوم معنا عمو أبو الأمير المشاقبي، رح يحكي لنا أكثر عن هاي العادات. كل عام وأنت بألف خير ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، أنتم بخير. هلأ بالبداية إحنا بنعرف أصلا أنك أنت بتبيع حلال من أيام زمان. إحنا حابين نعرف أيام زمان كانوا يشتروا الأضحية ويذبحوها بالمسلخ ولا كانوا يجيبوها على البيت؟ عيد فرق قبل عن اليوم هذا. الأيام هاي كان قبل الضحية يحجوها قبل 10 أيام بالبيت، محطوط البيت، ما يروحوا للمسلخ ولا يسلخوا، يشتروها يحطوها بالبيت ويعلموها. وكانت الذبائح خفيفة، يعني يكون احنا 40 بيت كان 2-3 يضحوا بينا بس، يعني اللي يضحوا 2-3، وخاصة إذا كان ضحيته ناقة، هذه الناقة ما شاء الله يشرشبها ويحط عليها خرج ويقودها على منطقة كاملة عليه. هذا قبلها بأسبوع 10 أيام، يحط عليها حلو ويحط عليها قطين، يوزع على كل بيت على جماعة يوزع عليهم. الأضحية اللي كانت موجودة ويشتريها يوزع من خلالها الحلو النياج، على النياق هاي، على النياق. النياق بس الجمال يعني تقتل الغنم. الغنم كان مثل يذبحوا نعجة أو عنز أو خروف يحطها عنده بالبيت، يعني تكون محجوزة قبل عيال. هذه مثل هذه الضحية، وما كانت الناس تضحي قبل، اللي ضحي من يعني 20 دار يضحي 2-3، ويقدر العرب كاملة. يعني ضحيت قبل ما شاء الله 2-3، ولكن تشبع حارة كاملة. كان يقسمها ما شاء الله 3-3، ثلث الفقراء وثلث لأهل البيت وثلث يهدوه إلى القرايب. بتذكر وإحنا صغار كانوا زي ما حكيت يجيبوا الأضحية ويخلوها بالبيت، ويصيروا الأولاد الصغار يلعبوا معها يطعموها. فبدي تحكي لي شو بتتذكر من أيام زمان وأنت صغير عن هالمواقف؟ كان ضحي قبلها بهجة إلى فرحة، نحطها بالبيت يعني أسبوع نحتفل بها ونحطها بالبيت عندنا ما شاء الله. ولا الذباح يكون عندنا احنا، ما بنروح نجيب ذباح من برا اليوم، ولا مسلخ، ولا نروح على المسلخ، نجيبها باب هالدار شايف الله. واكبر واحد بهالعيله اخوي ابوي عمه كبير يجي يذبحها هو. يعني كنا الاحتفال ولها بهجه احسن من الايام هاي والله. صحيح. طب احكي لنا شوي عن عادات بعد صلاه العيد ايام زمان. والله احنا اول شيء نروح على نصلي الحمد لله صلاه العيد، وبعد ما نطلع صلاه العيد احنا نجي زي ما تقول اكبر واحد بالقريه عندنا نجتمع عنده، نسلم عليه وبعدين على البيت اللي بعده وبعدين اللي بعده. احنا كنا نتمنى عيد من سنه لسنه، يعني ما صدق قبل 6 شهور نحتفل العيد. والله كنا نتمنى تستنوه نستناه. اه والله العظيم يعني يوم العيد يومين ثلاثه والله ما حد يفكر بيه صحيح، يعني بصراحه اجواء شويه. اما قبل والله نستناه من سنه لسنه، ما نصدق يجي العيد. تاكل بحتر زب حليب، تاكل الزقيات، القهوه، المهباش، تسمع صوت المهباش، يعني المهابيش هسه بطلنا نشوفها. كنت تسمعوا قبل بيوم وانتم بتجهزوا؟ قبل بيوم طب يجهزوا القهوه الساده، كانوا حتى زي ما تقول من غروب الشمس ليله الوقفه يجيبوا الحطب ويجهزوا لنا قهوه الساده عنده، اللي هاي يسوي قهوه الشقراء، هذه وسط، هذه ساده، على بعد 500 متر شم ريحه القهوه. يجوز كنا يجيب اللي هو ناشد اخوان، هذا اللي كنا نعرفه، يجيبون سوريا 75 77 هذا ناشد اخوان، غير ما كنا نعرف الحلويات نهائيا. كنا اعتماد على اللزقيات اللي هي الخبز مع يحطوا عليه السمن البلدي يحطوا عليه سكر، هذا صحيح ناكل منه وكنا مبسوطين منها. ايام زمان وجيلكم شو كنتوا تلعبوا بالعيد؟ كيف كنتوا تقضوا الوقت؟ كونه هو فرح للعيد للاطفال. والله تعرف يعني كنا نطلع مع بعضنا، كنا نساوي قوال زي ما تقول نلعب فطبول، حتى البنات ما تجي عنده فطبول صغار، في زي ما تقول شريطه هي يلفوها ويظلوا يلعبوا بها اولاد هاي، يعني فطبول زي بسكليتات ما كانت موجوده عندنا زي هسه يلعبوا هنا. كنا نلعب هلا المساحه هاي نلعب بها فطور، كان يلبسوا واحد ثوب واحنا صغار نلبس كمان طاقيه، يعني بداش ما خال صغار لهم عين بالطواقي الطاقيه البيضاء. الطاقيه البيضاء هاي المبسوطين عنها ما شاء الله عندنا اياها الدنيا كلها. الغداء كيف بالعيد بيكون؟ الغداء شوف احنا قلت لك الضحايا مثل الايام هاي، يجوز الحاره كلها يضحوا بها 2-3 و2-3
في ناس يعزم وليم عليها وفي ناس يقسمها، خاصة في ناس يجيب الذبيحة يعزم أرحامه عليها، خوات وعيال خوات يعني الجيران، هذه يعزمها، في ناس يقسمها على جيرانه كمان. بدل مثل يعني السدر لما يسووه يعني يجوا ستة ياكلوا منه، يقوموا يجي بعدهم ياكل، مثل اليوم بس واحد يغطي له ويظل قايم، لا هذا السدر يحطه هنا ياكل احتمال 20 30 واحد ياكل عليه مثلا. كل عام وانتم بألف خير، احنا مبسوطين انه عرفنا عن عادات ايام زمان من حضرتك، وشكرا انه شاركتنا بقصص ممكن احنا ما بنعرفها بس هي تراث لازم نحافظ عليه. يا هلا وسهلا. الكرم وحسن الضيافة، عادات عربية أصيلة لسه موجودة لليوم، وأبو الأمير ما حب نطلع من بيته إلا لما نتغدى سوا. مرحب يا ريم الفلا، مرحب يا ريم الفلا، حبيت جيرتنا علا علا، لا 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 لا، مرحب هلا بك هلا، مرحب هلا بك هلا، نور ديرتنا علا علا، لا 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 لا، حول على النشامة، حول على النشامة، ويا طيب ملقاها علا علا، لا 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 لا، تتهنى وريح قلبك، تتهنى وريح قلبك، يوم تلقاها علا علا، لا 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 لا. يعني احنا مكملين معاكم بمشوارنا بالدنيا عيد لنعرف اكثر عن عادات العيد ايام زمان، دندلنا على صوت سلوى ودردشنا مع خالته ام محمد اللي رح تحكي لنا اكثر عن عادات العيد. العيد اول يوم بالعيد نعمل هالفطيره زي اللي هي نفس اللزقيات، وهالقهوه وهالجيران وهالحبايب وهالقرايب نعايد على بعضنا. مش زي اليوم كل واحد صاك بابه. الملابس العيد، ملابس العيد كله ثياب زي هيك، بس ما بنلبس يعني زي هيك العصبة، نلبس من هالشلات مناديل الصوف هذول ملونات، وهاي لبستنا مع هالذهب، ناس فضة كان يلبس، ناس ذهب ما كان يعني، بس الذهب يعني له كتاب أكثر. بنجيب من عمان، بنجيب الحبر، بنجيب المخمل، لما يطلع الشباب برا بيجيبونا المخمل، بيجيبونا يعني معهم لبسة للأخت للبنت. طيب هلأ عادات البيت الصبح أول يوم العيد شو بتعملوا الصبح؟ أول العيد ما تطلع الشمس نكون مسيين اللزقيات والقهوة والحلو، وبعدين يذبح الذبايح، نساوي هالغداء، واللي يحب يتغدى واللي يحب ما بده يروح على الجيران يعني عايد ما يتغدى، لأنه الكل يعمل غداء. نتذكر كنا يعني وين ما بدهم يروحوا أهلنا بدنا نمشي، مش كنا واعيين يعني زي هيك. لما كبرنا ووعينا صرنا تعلمنا كل إشي، يعني كنا نحل بالغنم، كنا نروح مع الطرش مع الجمال مع كل أي إشي يعني موجود بالبيت نهتم به. قبل شوي دندنتي إلنا شغلة هيك إلها دخل بالعيد تحتنا وسلوى، بدنا تدندني ونختم هالتقرير وعادات أيام زمان على صوتك. العيد يا مرحبا بالعيد، وعيد سعيد على الغالي. كل عام وانت بألف خير. بخير يا حبيبتي، وان شاء الله بنعاد عليك بالصحه والسلامه. وانت سلامات، وانت بخير يا حبيبتي. حبينا هيك نعرف شوي عن عادات ايام زمان. والله يا هلا بيك يا حبيبتي. كل عام وانت بألف خير سلوى. بألف خير، كل عام وانتم بألف خير، وللجمهور وبسلم على كل موجودين بالاستوديو، وبحكي لهم ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. لازم هلا نختم على العيد فرحه. العيد فرحه وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، ساعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، ساعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أعيادنا واطرح بيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد، جانا العيد أهو جانا العيد.